Hizbul Bahr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. This prayer is called Hizbul Bahr. It's among the prayers of Imam ash-Shadhili, adopted by Shaykh Ahmad al-Tijani as well. There is Ismullah al-Azam, the greatest name of Allah, is to be found in Hizbul Bahr. That's why the shaykhs, they recommended highly that this hizb should be read daily, in the morning, in the evening, for those who have permission to use it. And this is the text in Arabic. Hizbul Bahr means the hizb of the sea. That means they have also the Hizbul Bahr, the prayer of the land. But the one of the sea is this one. That's the name of the prayer, but does not mean that it should be read only in the sea. If you read it daily, morning and evening, it is a protection for you. Yes. It is a victory for you. It is to help you to get what you need from Allah. The text is Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya Allahu, Ya Aliyu, Ya Azimu, Ya Halimu, Ya Alimu. Anta Rabbi wa ilmuka hasbi. Fa ni'mal Rabbu Rabbi. Wa ni'mal hasbu hasbi. Tansuru man tasha'u antal azizur rahim. Nas'aluka al-'ismata fil harakati was-sakanati wal-kalimati wal-iradati wal-khatarati. من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى عليه السلام وسخرت النار لإبراهيم عليه السلام وسخرت الجبال والحديد لداود عليه السلام وسخرت الريح والشياطين والجن والإنس لسليمان عليه السلام وسخرت الثقلين لمحمد صلى الله عليه وسلم اللهم سخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كاف ها يا عين صاد كاف ها يا عين صاد كاف ها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا
فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسميم 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 حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم 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 هم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون هم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدرون علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. And this, the next prayer is called Zajr Hizbul Bahr. It is a prayer to be read immediately after Hizbul Bahr. بسم الله الرحمن الرحيم آمنت بالله واعتصمت بحول الله وتحصنت بحصن الله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الخالق الأكبر وهو حرز مانع مما أخاف وأحذر لا قدرة لمخلوق مع قدرة الخالق يلجمه بلجام قدرته أحمى حميثا أطمى طميثا وكان الله قويا عزيزا نحن في كنف الله نحن في كنف رسول الله نحن في كنف القرآن العظيم نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله في باطني حشرت ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله في ظاهري نشرت ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله تحول بيني وبين ساعة السوء إذا حضرت ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله تدور بي سورا كما دارت السور بمدينة الرسول سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته سبحان من نفذ في كل شيء حكمه سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ومبلغ علمه وآياته
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير كم أبرأت واصبا باللمس راحته وأطلقت أريبا من رفقة اللمم من يعتصم بك يا خير الورى شرفا فالله حافظه من كل منتقم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.